السلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم اليوم بموضوع المساعدة في عالم النمل. في هذه الصورة نرى جسرا حيا من النمل، فالنمل يضحي بكل ما لديه من أجل مساعدة الآخرين، وصنع جسر مؤقت كالطريق لعبور بقية النملات. ألا يدعنا هذا المشهد للتفكر في خلق الله تعالى، خاصة أن العلماء اكتشفوا أن أكبر أنواع السعادة عندما تقدم مساعدة للآخرين. ولذلك يقولون أن المال أو الشهرة أو السلطة ليست أسبابا للسعادة، بل أن السعادة الحقيقية في تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها. صراحة ما نقول سبحان الله، هل أدرك النمل أسرار هذه السعادة واكتشفها وعمل بها ونحن البشر غافلون عنها؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة آية 2. والله أعلم.